كيدز موندو عالم قائم بحد ذاته لكل شاب وصبية صغار حابين انه يكونوا عم ينفتحوا بلكي على كل الاشياء اللي هن بيحلموا فيها ويكونوا عم يختبروها عمليا. كيدز موندو موجود معنا اليوم، معنا ميرنا سعيد، اهلا وسهلا فيكي ميرنا، ماركتينج اند ايفنتس مانجر ب كيدز موندو. وكيدز موندو دائما عنده ايفنتس، مظبوط، يعني هو ايفنت بحد ذاته، بس دائما في ايفنتس، دائما متجدد، دائما في اشياء اكتيفيتيز ونشاطات، اكتيفيتيز دائما جديده. بس خلينا شوي عن كيدز موندو للي بعد ما بيعرفوا. كيدز موندو مدينه مصغره للاولاد، للاولاد اللي بتتراوح اعمارهم بين السنتين وال14 سنه. بيجوا على كيدز موندو ليشتغلوا، بيشتغلوا وبيقبضوا مصاري مثل عالم الكبار تماما. في عنا عملة خاصة فينا اللي هي الكيدلر، كل ما اشتغل كل ما قبض، إذا فات على الجامعة بقلب كيدز موندو صار عنده شهادة بيقبض أكثر. وأكيد في يصرف كمان، وهيدي مدينته لازم يحافظ عليها، لازم يتبع كل القوانين، عنده حقوق وعنده واجبات. منعلم الأولاد من هن وصغار إذا بدك عن الحياة الحقيقية، ومنوجههم صوب المهنة اللي بحبوها، لأنه في عندهم أكثر من 80 مهنة مختلفة بيقدروا يمارسوها بقلب كيدز موندو. وبهالطريقة بصير في عندهم نوع من الوعي. أكيد هن وعم بيتسلوا عم بيتسقفوا بذات الوقت، لأنه الكونسبت هو إديوتينمنت، جامعين الإديوكيشن والإنترتينمنت. قد إيه بيمضي وقت بكيدز موندو الولد؟ هلا نحن فتحنا بأول حزيران، من خبرتنا بهالفترة اللي مرقت الولد ما عم بيقضي ولا نهار ولا نهارين ولا ثلاثة، عم بيجي أكثر من مرة، لأنه بنهار واحد أكيد ما فيه يعمل كل الأكتيفيتيز، بده يجي أكثر من مرة. وعم بحب الكونسبت كثير لأنه كثير جديد بلبنان، لدرجة أنه عم بيجي ستة سبع مرات، عدة مرات خلال هيدي الفترة. يعني الكيدز موندو بيصير يعني اذا بترددوا عليه دائما مدينتهم، يعني بحسوا بالاستقلاليه، بحسوا انه هيدي مدينتهم هن بدهم يحافظوا عليها. بيجوا فرديا ولا مجموعات؟ بيجوا اكيد، في عنا جروبس، يعني في مدارس، في سمر كامبس بالصيفيه بيجوا لعنا، بس في عيال كثير بيجوا لعنا لانه الام كمان عم تنبسط قد الاولاد واكثر. يمكن عندهم بارنتس لاونج، بيقعدوا مرتاحين، بيختبروا الاكسبيرينس تبع اولادهم، بصوروهم، عم ينبسطوا كثير الاهل بهالاكسبيرينس الجديده، وعم يتعرفوا اكثر على اولادهم وشو بحبوا كل التفاصيل. اي اعمار بتستفيد من كيدز موندو؟ من السنتين لل 14 سنه. هلا اكيد بين السنتين والاربعه في عندهم تادلر اريا خاصه فيهم، بهيدي التادلر اريا في كمان اكتيفيتيز كثير جديده وكثير حلوه، في سوفت بلاي اريا بيقدروا يلعبوا، في سيفتي كثير مهمة، وأكيد في عندهم كمان كورنر كتار بقلب وركشوب أريا خصوصي للتادلرز، يلي هن أكيد بابتشو أرتس أند كرافتس، بيقروا لهم قصص على طول. في إديوكيترز، عنا أكثر من 300 موظف داخل كيدز موندو، كلهم ممرنين مع شركة كيد بروف العالمية، يلي بتعلمهم كيف يتعاطوا مع الأولاد وبأي طريقة، كيف على طول يضلوا عم يبتسموا، كل هدول التفاصيل. فهذا الشيء اللي بيميز كيدز موندو. واهم شيء لازم يعبسوا اوقات ليعرفوا الاولاد انه برا مش كلهم عم يبتسموا. ايه ما هيك. بس طبعا عم نقول مدينه وهيدي مدينتهم، والمدينه بتتفاعل مع كل الاشياء يلي بتصير ومع كل المناسبات. صح، برمضان كانت الاجواء يعني كمان بتفاعل مع المناسبه، خبرينا شو. برمضان كانت الاجواء كثير حلوه، لانه اهم شيء بدي احكي عنه هو الافطارات لمختلف الجمعيات بلبنان اللي استضفناها بكيدز موندو، واستقبلنا اعداد كثير كبيره من الايتام كل يوم كل يوم على مدار كل شهر رمضان. كان في عنا جمعيات مختلفه حضرنا لهم مثل ما عم نشوف هلا بالصور، مطرح كثير حلو مخصص لهم ليساعدهم براحه مع الطاولات والكراسي والكيترينج، من اهم كيترز موجودين معنا كمان داخل كيدز موندو، امنا لهم الوجبات اللي هن بحبوها كامله. زياده عن هالشيء كان عندهم الفرصه اكيد قبل موعد الافطار انه يلعبوا داخل كيدز موندو ويتسلوا، ومن بعدها توجهوا بوقت الافطار على المكان المخصص لهم. هون كاتيا بدي اشكر كل السبونسرز وكل الكونتريبيوترز وكل اللي دعموا هدول الافطارات، لانه من دونهم ما قدرنا اكيد نستقبل كل هالعدد الكبير.
بدي أشكرهم عن جد واحد واحد، كانت لفتة كتير حلوة منهم ومن إدارة كيدز موندو كمان يلي أصروا على استضافة كل هالمجموعات. كانوا كتير مبسوطين كل ولد حصل على هدايا، بالإضافة لكل هالشي كل ولد حصل على هدايا كتار كمان بهيدا النهار المميز لإلهم. نشاطات خاصة بشهر رمضان ولا النشاطات العادية؟ بشهر رمضان غير أنه استضفنا الأيتام وغير أنه استضفنا الجمعيات المختلفة، كمان كان في عنا جو رمضان كتير حلو بقلب المدينة. مثل كل مدينة بتتزين بشهر رمضان، نحن كمان زينا المدينة وعملنا أكتيفيتيز كتير حلوين للأولاد. كان في حكواتي على طول عم بيعزف، عم نشوف صورته هلأ على العود وعم بيخبرهم كل يوم قصة جديدة، والأولاد كانوا عم بيتفاعلوا. كان عم بيصير في سحب لنختار كل يوم ولد عم بجاوب على سؤال فزورة رمضان إذا بديك، ويحصل على هدية كمان كتير حلوة. هيدي من ضمن أكيد أجواء شهر رمضان الكريم، غير الديكوريشن الحلوة كتير يلي زينا المدينة كلها فيها. وخلال العيد كمان كان في عنا ايفنتس واكتيفيتيز كتير حلوين، لانه كان في عنا مايمز وشخصيات عديده، حتى شخصياتنا يلي هن كوزمو وإينا ودوكزيلا وليلو اللي رح يكونوا بسبيشال ابييرنس اليوم بحلقتنا، ناطرينهم. نحن بعد ناطرينهم كمان كانوا موجودين. الاولاد كتير كانوا مبسوطين لانه كانوا عم يشوفوا. شو اهميه الماسكوت؟ شو اهميه هالكاركترز يلي بيصيروا يعني هدول اولادك يتفاعلوا معهم؟ اكيد مهمين كثير لعده اسباب. اول سبب هو انه هن ابطال المدينه، هن اللي اكتشفوا مدينه كيدز موندو. هلا رح نحكي بعد شوي عن هذا الموضوع، والاولاد رح يرجعوا يجوا لعندهم يعني، او يعني يعرفوا انه هالمدينه مأهوله هن ومش هون. اكيد هلا بعد شوي رح نحكي كمان عن المسرحيه اللي هي ذا ستوري اوف كيدز موندو. شخصيات كيدز موندو الاولاد كثير بحبون، عم بيتعلقوا فيهم اكثر واكثر، فيهم على طول يلتقوا فيهم بالمدينه، بالاكتينج اكاديمي، بالمسرح، بشوارع المدينه، وين ما كان فيهم يلتقوا فيهم ليتصوروا معهم، وكثير عم بحبون وعم بغنوا اغانيهم. كانوا موجودين بافطار الموظفين؟ اكيد كانوا موجودين كمان بافطار الموظفين، صحيح كمان كان في افطار للباك اوفيس امبلويز تنختم اجواء شهر رمضان واجواء عيد الفطر. هون انا اكيد انه كل الموظفين هلا عم بيحضرونا، عم بيحضروا الام تي في والفيسبوك فانز وكلياتهم، بدي احييهم، بدي اتشكرهم اكيد على كل الافورت اللي عملوه خلال كل الشهر. كليو، حسين، الان، سامانتا، ماريا، رومي، الارتستيك تيم، مارك حرب، كلهم مش حقدر سميهم، بقول لهم ثانك يو اكيد على دعمكم، على كل المجهود اللي عم تقولوا بتقوموا فيه، وبقول لهم هاي هلا على الكاميرا. لانه بمشروع من هالنوع الستاف شغله كثير مهمه يوميا وبكل لحظه وبكل دقيقه وضروريه، لانه الاولاد عم يجوا يعيشوا. صح، مشان هيك انا على طول بشدد بكل الانترفيوز بكل الكوميونيكيشن اللي بتصير على التيم سبيريت يلي موجود بقلب كيدز موندو، لانه اذا الموظف منه مبسوط، اذا ما في جو حلو، جو رح عائلي، رح ينعكس اكيد بطريقه سوي العكس صحيح. تنحكي عن المسرحيه قبل ما يوصلوا ابطالنا. اوكي، مسرحية يعني خاصة بإيفنت معين ولا هلأ مسرحية عن كيدز موندو؟ المسرحية هيدي نحن اسمها The Story of Kids Mondo. The Story of Kids Mondo. خلال السنة في عنا أربعة مسرحيات كتير كبار. أول مسرحية السنة هي The Story of Kids Mondo، لنخلي الأولاد يعرفوا قصة كيدز موندو، كيف تم اكتشافها لهيدي المدينة، مين اللي اكتشفوها وبأي طريقة. في قصة كتير حلوة وراء اكتشاف مدينة كيدز موندو. The Story of Kids Mondo بلشت كل يوم كل يوم على مسرح الدانسينج كي بي كيدز موندو، ساعة 4:30 على المسرح، ومستمرة من أول يوم العيد بلشت، مستمرة لآخر شهر أيلول، كل يوم كل يوم بكيدز موندو الساعة 4:30. بدي أذكر كاتيا أنه الدخول لحضور هيدي المسرحية بكيدز موندو هو مجاني، ما إلهم إلا بس يدفعوا التيكت ليفوتوا على كيدز موندو. وداخل كيدز موندو كل الاكتيفيتيز وكل الايفنتس اللي اليوم عم نحكي عنهم
فري اوف تشارج، وكل الاستابليشمنتس والبروفيشنز اللي رح يشتغلوا فيها كمان كلها ما بيدفعوا عليها شيء، بيدفعوا بس قيمه تيكت الدخول على كيدز موندو. طيب هلا بدها تبلش تخلص الصيفيه وتبلش تبلش المدرسه، بيتغيروا نشاطاتكم؟ ايه اكيد، نحن الايفنتس على طول متجدده، النشاطات كثيره، ولكل سيزون ولكل موسم في له نشاطاته الخاصه فيها. المسرحيه مكمله مثل ما قلنا، بس في عنا بعدهم هلا كمان بنشاطات كثير حلوه نهار السبت، هيدا السبت 17 اب ابتداء من الساعه 2 بكيدز موندو، رح نقدم لكل زوار هالمدينه وركشوبس، 2 وركشوبس شوز كمان بقلب السيتي كتير حلوين لبيروت جوجلز. كل الأهل يلي بهمهم أن أولادهم يتعلموا ويكتشفوا السيرك، رح يكون في جورني على ديكوفير دو سيرك بكيدز موندو هيدا السبت 17 الشهر ابتداء من الساعة 2، بيقدروا يتعلموا يحضروا يكونوا هن جوجلز. صحيح، في 2 ورك شوبس رح يعلموهم يكونوا هن جوجلز، كل هيدا فري اوف تشارج مع بيروت جوجلز. وكمان بيروت جوجلز بهيدا النهار رح يقدموا 2 شوز على المسرح، كمان شوات كثير حلوين. بدعي الكل انه يجوا لعنا هيدا السبت من الصبح لحتى اللي يستفيدوا من كيدز موندو كمان، ويحضروا مسرحية The Story of Kids Mondo ويشوفوا شوات بيروت جوجلز كمان. حلو، هيدا السبت. وشو محضرين بعد هلا ايفنتس جايه؟ هيدا اهم ايفنت او اقرب ايفنت هو هيدا، والمسرحيه اكيد. وهلا عم نحضر للباك تو سكول، وعم نحضر لهالوين، في سربريز كثير كبيره كمان ناطره كل الاولاد. اكيد، ونحن عندنا سربريز بنهايه هالمقابله رح نشوفها سوا، ونشكرك لوجودك معنا. ندعي الكل يتوجهوا على كيدز موندو. ميرسي، ثانك يو. Ina, petite fille sage, Ina, Ina, sage comme une image, Ina, le ciel est bleu, pas un nuage, à qui ce monde donne des fleurs dans les parages. Tu siffles et tu renifles, et d'un seul coup je siffle, tu viens vers moi en sautillant, comme si la jeune te comprend. Tu siffles et tu renifles, et d'un seul coup je siffle,